المفروض يتصلوا من اكثر من ساعه، معنى كده ان في حاجه غلط. ما هو اصل يعني ما تقوليش اللي غايب حقته معايا يا عزت. عارف يا عزت؟ عارف الدهب ده لو جرى له حاجه انا مش هكفيني فيها عمرك، فاهم؟ الحمد لله. الو، ايوه انا عزت درويش. ايه انت بتقول؟ ايه ازاي ده حصل؟ مستحيل مستحيل. في ايه يا عزت؟ ما تتكلم. الرجاله بتوعنا طلع عليهم رجاله تانيين ضربوهم وعدموهم العافيه. والدهب؟ الدهب راح فين يا عزت؟